بدأ الكوب ببداية حقيقة تفاؤلية من خلال وضع الأموال في صندوق الأضرار والخسائر Loss and Damage Fund اللي تأسس في كوب 27 في شرم الشيخ، وأيضا أنجزنا خلال مفاوضات البايلترال والجنرال أنجزنا ما يعرف بسانتياغو فرومورك أو إطار سانتياغو لتنفيذ فعالية Loss and Damage. وأيضا هنالك تفاؤل في قضايا الخطط الوطنية للتكيف وقضايا البيلدينج كاباسيتي حسب الارتيكل 11 باتفاق باريس. هنالك تفاؤل يحدون حقيقة للوصول إلى تفاهمات حول بعض النقاط الخلافية ما بين الدول المتقدمة والدول النامية، كذلك مراعاة الظروف الوطنية وحسب ما نصت عليه الاتفاقية الإطارية من أن جميع الدول تحترم آرائها وتحترم خصوصيتها الوطنية وتكون مسؤوليتنا تشاركية ولكن متباينة بشكل واضح، واحترام للرسبكت الكابابيليتيز للدول. يعتبر مشاريع إدارة النفايات الصلبة على وجه الخصوص وخاصة مشاريع الويستو إنيرجي تحويل النفايات إلى طاقة من مواضيع اللي هي كوبنفيت اللي تخدم قضايا التخفيف والتكيف في ذات الوقت. وشهد الجناح العراقي بالأيام الماضية إعلانا رسميا من قبل الهيئة الوطنية العليا للاستثمار بالعراق عن أول فرصة استثمارية في بغداد لتحويل 3000 طن من النفايات إلى طاقة كهربائية، وتنافست ما يقارب 8 شركات عالمية لأخذ الفرصة وفق تقنية الجيل الرابع وبأرقى المستويات بحيث يكون زيرو إميشن وممكن أن يولد لنا كهرباء بنفس الوقت يخلصنا من النفايات. أعلن وهو الآن فرصة في مرحلة التقديم، بعدها يصار إلى التحليل وإلى الإحالة، وإن شاء الله نرى قريبا هذا المشروع. وطبعا هذا كله بجهود هاي الحكومة اللي أعطت لي قضايا البيئة وإدارة النفايات وقضايا المياه أولوية قصوى في برنامجها الحكومي.